بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث أن معبد بن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد. الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني وأجازني والدي فضيلة العلام شيخ الحديث الشيخ شاهد علي عن الشيخ على عبد الجليل الجوزري البدرفوري، وكما أجازني شيخ الجامعة الشيخ محمد يحيى عن والده شيخ الحديث قطب العالمين الشيخ أحمد علي البدرفوري، كلاهما عن شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم قطب العالمين السيد حسين أحمد المدني عن شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن حجة الإسلام الشيخ قاسم الناناطوي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن سراج الهند الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي عن مسند الهند الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجاز عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت أبو عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنجدي الهذوي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد الداودي عن نبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن نبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا فضيل محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.